واحد بيقول في صيام الاستعداد للقداس الالهي، هل يجب الصيام من الساعة 12 كبداية لليوم الجديد ام قبل صلاة القداس بتسع ساعات؟ قبل القداس بتسع ساعات على الاقل، بحيث ما يكونش الواحد كل بعد نص الليل، لان لو كل بعد نص الليل يبقى دخل في يوم جديد وفاطر. ولو كان القداس بيخرج 7 صباحا زي بعض الاقاديس اللي بيعملوها بدري قوي، يبقى ما ينفعش الساعة 12 بس، يبقى من الساعة 10 بالليل 9 ساعات.